هلو برايمري فور، ازيكم؟ هاو ار يو؟ عاملين ايه؟ النهارده هنرجع مع بعض الجرامر بتاع كتاب كونكت بلاس كله. اول حاجه هنبدا بيها هي البريزنت سيمبل. يعني ايه بريزنت سيمبل يا صحابي؟ يعني المضارع البسيط. طب يعني ايه برضو المضارع البسيط؟ هقول لك يا سيدي. دلوقتي عايزه اقول عن واحد انه بيشتغل في مستشفى. طيب دي حقيقه صح؟ هو خلاص انا عارفه ان هو شغال في مستشفى. طالما انا عارفه متاكده ودي حقيقه، يبقى بنستخدم present simple. يبقى هنقول ازاي؟ he works in hospital، هو بيعمل في المستشفى. طيب عايزه اقول ان انا دايما اصحى الساعه 6 كل يوم. طيب دي عاده صح؟ يعني انا كل يوم بصحى الساعه 6. طالما حاجة أنا متعود عليها، يبقى بستخدم على طول الـ present simple. يبقى أقول I always get up 6 o'clock، يعني أنا دايما بصحى الساعة 6. طالما إن في عادة متكررة، بنستخدم على طول زمن الـ present simple. طيب بيعبر عن إيه تاني يا أصحاب الـ present simple؟ عن أحداث متكررة، يعني عادة وحقائق وأحداث متكررة. زي إيه برضو؟ مثلا عايزة أقول أنا بروح المدرسة كل يوم، أستخدم زمن إيه وأنا عايزة أعبر عن الجملة دي في الإنجليزي على طول؟ طالما بروح المدرسة كل يوم، يبقى أستخدم زمن المضارع البسيط present simple. طيب تتقال إزاي؟ I go to school every day، أنا بروح المدرسة كل يوم. شايفين انا استخدمت هنا زمن المضارع البسيط. يبقى يا صحابي انا عايزاكو تفهموا كويس استخدام الزمن ده في اللغة الانجليزية. لما تحب تعبر عن حقيقة ثابتة، الشمس مثلا بتطلع الصبح، دي حقيقة، نستخدم زمن الـ present simple. عادة انا بروح الشغل كل يوم او اصحى 6 الصبح كل يوم، بستخدم زمن الـ present simple. خلاص يبقى كده احنا فهمنا استخدام الزمن. طيب تعالوا اعلمكوا ازاي نعمل الجملة بشكل بسيط. اول حاجة عايزة اعلمها لكم ان الفعل لما يجي مع I انا، you انت، we نحن، they هما، او اسم جمع، بنحط الفعل في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ يعني الفعل زي ما هو كده، لا بنحط له اس ولا بنحط له اي حاجة، بنحطه زي ما حفظناه في التصريف الاول. يعني مثلا انا اقول I eat، انا باكل. You eat، انت تاكل. We eat، نحن نأكل. They eat، هما يأكلوا. شايفين الفعل eat يعني ما فيهوش اي حاجة، حالته الطبيعية الاولى خالص. عايزة اقول انا بمشي، I walk. You walk، انت تمشي. We walk، نحن نمشي. They walk، هم يمشوا. الجزء ده انا عايزاك تحفظه كويس. I و you و we و they واي اسم جمع، مثلا هقول friends، بيجي بعديهم الفعل في المصدر من غير اي اضافات. يعني مش ممكن تلاقي فيه اس الا لو كان الفعل اصلا فيه اس في مصدره. تفهمت دي؟ يعني eat، walk، run، هتلاقي الفعل في حالته الطبيعية الأولى خالص. طيب لو بقى هي وشي وات أو أي اسم مفرد، الفعل اللي بعده ممكن يجي في المصدر؟ أبدا، لازم نحط اس. يعني مثلا أنا كنت الأول بقول I eat، أنا أكل. طب عايز أقول هو يأكل، أقولها إزاي؟ he eats، بحط اس في نهاية الفعل. يبقى هي بعديها فعل في اس، والشي لازم برضو بعديها الفعل يكون في اس، وات لازم يكون بعديها الفعل في اس، واي اسم مفرد يا صحاب. يعني مثلا عايز اقول رانيا، رانيا اسم بنت، فهيبقى بعديها على طول الفعل في اس. ممكن اقول شي اتس او رانيا اتس، ممكن اقول هي اتس او رامي اتس. خلاص، يعني لو لقيت اسم بنت او ولد، احط برضو بعديه الفعل في اس. تعالوا نشوف الامثله. I go to school every day، انا بروح المدرسه كل يوم. مع الاي الفعل جه في المصدر زي ما قلنا. تعالوا المثل الثاني. My father works at a bank، my father يعني والدي بيعمل في البنك.
يبقى مع الاسم المفرد بنحط الفعل في اس في إضافة الاس، يبقى my father works at bank. طيب we like to talk about cooking، نحن بنحب نتكلم عن الطبخ. we زي ما قلنا لو تفتكروا بيجي بعديها الفعل في المصدر من غير أي إضافات، يعني like مش likes، يبقى we like to talk about cooking. المثل اللي بعده بيقول they woke up very early in the morning، هما بيصحوا بدري جدا في الصباح. زي ما احنا عارفين ان زي برضو بيجي بعديها الفعل من غير اي اضافات، عشان كده قلنا wake up مش wakes up. تفهمت؟ طيب she cooks very good food، هي بتعمل اكل رائع جدا. she cooks، واخدين بالكو cook ضفنا لها s، لان s الفعل بيجي فيه s مع she او he او it. she cooks. طيب بعد كده my mother reads very fast، ماما بتقرأ بسرعة. المثل الأخير قلناه في الأول أحمد goes to the gym in the evening، أحمد بيروح الجيم في المساء. ما خليناهاش go، حطينا goes تبقى es، حطينا es. في شوية أفعال يا صحابي بنعمل فيهم تغييرات علشان مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد، يعني في افعال ما ينفعش نحط لها اس بس، لا لازم نعمل شوية تغييرات. زي ايه؟ تعالوا نشوف دلوقتي يا صحابي. عندنا الفعل بينتهي، نبص على الفعل نشوفه انتهى باكس ولا او ولا اس اس ولا سي اتش ولا اس اتش ولا اس اس ولا زد. لو انتهى بالحروف دي يبقى بنضيف للفعل اي اس. زي ايه؟ تعالوا اقول لكم فعل ووش يا صحابي يعني يغسل، بينتهي بايه؟ نبص نشوف بينتهي بايه، انتهى باس اتش. طيب طالما الفعل انتهى بالاس اتش يبقى يجي مع هي او شي او ات بنضيف اي اس، يبقى كده هي washes his car، هو بيغسل عربيته، يبقى ضفنا للفعل اي اس مش اس بس. لكن لو الفعل جمع اي ويو وي وزي بنحطه في المصدر زي ما هو، مش بنضيف اي حاجه. نفتكر يا صحاب اي وي وي ويو وزي سهلين ومريحيننا، مخلين الفعل من غير اي اضافات في المصدر. احنا بس بنبص ازاي او امتى نغير الفعل لما يجي مع هي او شي او ات، امتى نضيف اس وامتى نضيف اي اس. طيب ممكن كمان نضيف حاجة تاني، لو الفعل يا صحابي بينتهي بواي وقبل الواي حرف ساكن بنضيف اي اي اس مع الفعل اللي بيجي بعد هي او شي او ات. مثلا نقول cry، he cries، نشطب الواي ونحط اي اي اس. مثلا الفعل try يعني يحاول، هيجي مع هي شي او ات ازاي؟ هنشطب الواي اللي في try ونخلي اي اي اس بدلها، يبقى هي tries، شي tries، it tries. طيب مع وي واي ويو وزي قلنا هنرتاح، الفعل زي ما هو بنسيب الواي، try cry زي ما هو، التغيير بس بيحصل مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد. الكلام ده لو الواي قبليها حرف ساكن. طب لو قبليها حرف متحرك، يعني ايه حرف متحرك؟ الحروف المتحركة اللي هي A و E و I و O و U. لو الكلمة قبل الواي لقينا فيها حرف من الحروف دي مش بنحول الفعل ل I E S، لا بنضيف S بعد الواي بس، سهلة جدا، يعني بنضيف S بعد الواي على طول. خلاص يعني نبص نشوف قبل حرف الواي في ايه، لو حرف ساكن نحول الفعل ل I E S، مش حرف ساكن حرف متحرك بنحط بس اس بعد الواي. موضوع سهل جدا جدا، وباقي الافعال كلها بنضيف اس بس زي ما شرحنا في الاول. الحاجات الشاذة او اللي ليها تغيير هما الثلاث حاجات اللي انا قلتهم من شوية، عايزاكم تحفظوهم كويس جدا، والموضوع هيجي اكتر بالتمارين. تعالوا نحل تمرين مع بعض نشوف هنعرف ولا لا. يلا نختار الكلمة الصح. I eat ولا eats vegetables every day. انا اي تاخد ايه، ايت ولا ايتس؟ برافو ايتس، يبقى الاختيار التاني. طيب السؤال التاني بيقول
You rarely not cook. انت نادرا drink ولا drink is cook. You بتاخد ايه في الفعل؟ بيبقى اس ولا فعل في المصدر؟ You الفعل في المصدر، يبقى drink. برافو. السؤال الثالث، باميلا like or likes strawberries؟ باميلا بتحب لايك بتعجب، اول اختيار ولا تاني اختيار الفراولة؟ ايه نختار؟ ايه باميلا بتشير لاسم بنت، يعني الفعل لازم يبقى فيه اس. طالما اسم بنت او اسم ولد او هي او شي او ات، بنختار الفعل فيه اس، يبقى لايكس. لايكس ستروبريز، بتحب الفراولة. طب بصوا يا صحابي، السؤال ده فيه فكرة شوية. مين شاطر يقول لي؟ ريشارد اند بول، لايك ولا لايكس ووتر ميلون؟ دول اتنين يا صحابي، صح؟ اتنين. وقلنا الجمح بنحط للفعل اي حاجة؟ لا، الفعل يبقى في المصدر، يبقى لايك، لان دول اتنين جمع. لايك ووتر ميلون، بيحبوا الووتر ميلون. اوعى تتلخبط وتحط لايكس. طيب السؤال اللي بعده بيقول، بيتر ادور ولا ادورز تشيكن؟ بيحب او معجب، ادور يعني بيحب. ادور ولا ادورز؟ طالما بيتر واسم ولد، يبقى نحط نختار الفعل اللي فيه ايه يا صحابي؟ اس، يبقى نختار ادورز تشيكن، بيحب الفراخ او بيعشق الفراخ. خلاص. طيب نحل السؤال اللي بعده، سوزان نيفر هاف ولا هاز بريكفاست؟ هاف يعني بتاخد، بمعنى ياخد. هاف او هاز بمعنى ياخد. هاف يا صحابي بتيجي مع الجمح، وهاز بتيجي مع المفرد. الفعل ده مختلف شوية، ناخد بالنا منه. هاف وهاز في المضارع البسيط، هاف بتيجي مع I ويو وزي ووي، وهاز بتيجي مع الأسماء المفردة. الاتنين في زمن المضارع البسيط، يعني هنا سوزان هتاخد هاز. سوزان never has breakfast، عمرها ما خدت البريكفاست. طب عايز اقول هم عمرهم ما خدوا بريكفاست. اصحابي في الشغل، عايز اقول دول عمرهم ما خدوا بريكفاست، فطار. اقولها ازاي؟ هتبقى كده، they never have breakfast، مش has بقى، لا have. يبقى have مع الجمع وhas مع المفرد. نحفظ دول، يعني ده سؤال حالة كده لوحده، انا عايزاك تحفظه. باقي التمرين عايزاك تحلهولي وتوريني الحل في الكومنتس تحت، عشان انا اصححهولك واشوف انت فهمت الدرس ولا لا. باقي المضارع البسيط هنشرحه في جزء تاني، استنونا. عايزاكوا بقى دلوقتي، عايزاكوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سبسكرايب، دوسوا عليها، وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك، وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو وعايزين تشاركوه مع اصحابكم عشان نقدر نكمل.